مسابقة الرياضيات سيحصل على 10 مليون. سأشترك بالمسابقة وإذا فزت سأشتري منزل. بحثت في السوق كله عن أكبر كوب في المدينة. من أجلك يا سايب لي. لا لا يا مارك لا أستطيع. يجب علي أن أقطع الدجاجة. هنا سوف أكبك. عندي لك مفاجأة. يجب عليك أن تغلقي عينيك أولا. والآن افتحي عينيك يا سايب لي. سبرايز. حسنا. ما كل هذا يا مارك؟ هل آكل هذه كلها؟ أو أنه سيأتي ضيوف هذه الليلة؟ بالتأكيد لن يأتي ضيوف، ستأكلينه كله.